معانا هناء. مساء الخير يا بونا. مساء النور يا بنتي. ازي جوزك يا بونا؟ اتفضلي يا بنتي. بونا كنت عايزة اقول لجوزك حاجة، يعني تديني ارشاد فيها. في ناس عاملنا سحر، والسحر ده مؤثر جامد يعني. بصي يا بنتي، قبل ما تكملي السؤال بتاعك، موضوع السحر وموضوع العمل، الحاجات دي انا ما بفهمش فيها خالص، وكاد اكون ان انا ماليش اعتقاد فيها خالص، لان انا اؤمن ان البيت اللي فيه تناول والبيت اللي فيه مزامير والبيت اللي فيه المسيح ما يقدرش انسان يأذيه لا بسحر ولا بعمل، وعشان كده انا ده ايماني، وعلشان ما بفهمش في الموضوع ده قوي ممكن تشوفي حد من الاباء اللي ليهم علاقة بالقصص دي، بس انا ما بقدرش ادي نصيحة بحاجة ما اعرفهاش خالص يا بنتي.